أسأل عن حكم المسح على الجورب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعمدة في المسح على الجورب حديث المغيرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين والجوربين. وقد أعل بعض أهل العلم الرواية التي فيها والجوربين، والحديث ورد بروايات فيها النعلين ومثلا والخمار نسعى النعلين والعمامة، فأعلوها من ناحية زيادة والجوربين. لكن ثبت عن جمع من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، ومنهم على ما أتذكر علي، ومنهم عثمان رضي الله عنه، وجماعة من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأتذكر عن عمر إن لم تخني الذاكرة يعني. فثبت المسح من الصحابة على الجوارب، فذهب الجمهور رغم أن الحديث كما قلنا يعني فيه من هذه يعني فيه علة في هذه الزيادة، منهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها، لكن ضم إلى ذلك فعل الصحابة، هذا عبادة توقيفية يعني لا يفعلها الصحابة خاصة كبار الصحابة إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. لذا ذهب الجمهور إلى جواز المسح على الجوربين. والكلام بقى إنه بعضهم فرق ما بين الجورب الخفيف الذي يشف في لون الجلد فقال بعدم جواز المسح عليه، وقال بجواز المسح على السميك الذي لا يشف لون الجلد، وبعضهم قال هو أي جورب والرخصة المسح على أي جورب، وممن ذهب للمسح على أي جورب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، يعني احتياطا للأخ امسح على الجورب لكن يعني لا يشف لون الجلد خروجا من الخلاف واحتياطا يعني. جزاك الله خيرا يا دكتور متولي.